السلام عليكم واتمنى انكم بخير وعلى خير and welcome back to my channel English with Youssef. درس اليوم ان شاء الله سيكون very special وسيكون حول القراءة في اللغة الانجليزية. فاذا كنتم تشاهدون هذه القناة لأول مرة فانا اقوم مرة في الاسبوع باختيار جملة بشكل عشوائي واقوم بشرح معناها حيث اقوم بشرح معنى كل كلمة مع الطريقة الصحيحة لنطقها. هذه الطريقة سوف تساعدكم بشكل هائل على تحسين مستواكم في النطق وتعلم كلمات جدد حيث سوف تساعدكم على توسيع مستواكم في الفوكابولاري. لذلك فمن الضروري مشاهدة هذا الدرس حتى النهاية. So let's start. فهذه هي الجملة التي لدينا اليوم. كالعادة سوف أقوم بقراءتها وبعدها سوف أقوم بشرح طريقة نطق كل كلمة مع معناها. Achieving success in business is rarely an easy task. It certainly doesn't happen overnight. And maintaining that success for a meaningful period of time can be even more challenging. الآن سوف نبدأ بأول جملة. فلدينا Achieving success in business is rarely an easy task. فهنا لدينا Achieving. Achieving تأتي من الفعل achieve وachieve يعني حقق أو نجح to achieve. ومن حيث طريقة النطق لا نقول achieve ولكن نقول achieve. فch تنطق على شكل ch تبدأ بالt تنطق على شكل t في البداية فنقول achieving achieving. أيضا من حيث طريقة النطق in g فأغلبية الأشخاص ترتكب أخطاء وتقول achieving فهذا نطق خاطئ. فالنطق الصحيح هو achieving. فn g هو consonant ويسمى بnasal sound بمعنى أن الصوت عندما نقوم بنطق هذا consonant الصوت يخرج على مستوى الأنف. فطريقة النطق هي فنقول achieving وليس achieving. فلدينا achieving success. success هو النجاح. achieving success in business. business هي تجارة الأعمال أو الشركات أو عالم الأعمال. فا in business in تعني في البزنس. in business is rarely. فمعنى هذه الكلمة rarely هي نادرا. rarely an easy task. easy تعني سهل. easy task هي مهمة task. فلدينا achieving success in business is rarely an easy task. في الجملة الثانية لدينا it certainly doesn't happen overnight. it certainly doesn't happen overnight. ف it certainly معنى كلمة certainly هي بالتأكيد أو بدون شك. فعندما تريد أن تقول أنك متأكد من شيء تقول certainly doesn't happen بمعنى it certainly doesn't happen. فالفعل happen يعني حدث فشيء حدث نقول happen overnight. فمعنى overnight باللغة العربية هي بين ليلة وضحاها. فعندما تقوم بشيء بسرعة وتحقق نجاح سريع نقول overnight. فسأعطيكم مثلا أقول you will not buy a Ferrari overnight. you will not buy a Ferrari overnight بمعنى أنك لن تشتري سيارة فراري بين ليلة وضحاها لأن الأمر يتطلب وقت طويل بحيث أنها سيارة الأحلام وتساوي الكثير من المال. لذلك يجب عليك بناء شركة أو بيزنس تسمح لك بشراء هذه السيارة. أيضا بالنسبة لي it هي تعود على success. فهنا عود قول success certainly doesn't happen overnight قمنا باستعمال it من أجل تفادي التكرار أو repetition هي التكرار باللغة الإنجليزية. فهنا سوف أقوم بقراءة هذه الجملة منذ البداية وبعدها سوف أقوم بشرح معناها. فلدينا achieving success in business is rarely an easy task. it certainly doesn't happen overnight. فمعنى هذه الجملة هو أن تحقيق النجاح في البزنس أو عالم الأعمال هو نادرا ما يكون مهمة سهلة ولا يحدث بين ليلة وضحاها.
في الجملة الثانية لدينا and maintaining that success meaningful period of time can be even more challenging. فلدينا and تعني و باللغة العربية، نقول و يعني and maintaining. ف maintaining تأتي من الفعل maintain، maintain بمعنى أن تحافظ، maintaining. أيضا نفس طريقة النطق نقول maintaining وليس maintaining، and maintaining that success. ف success كما قلنا في السابق هو النجاح، that تعني إما هذا أو ذلك، that success for a meaningful. فهنا سوف نقوم باستعمال أيضا اللينكين أو الربط بين الكلمات، واللينكين قمت بشرحه في العديد من الدروس في السابق، فاللينكين نقوم باستعماله من أجل الربط بين الكلمات. فمثلا عوض قول that success for a meaningful period of time، فستلاحظون أن طريقة نطقها غريبة، لذلك ف native speakers أو الأشخاص مثلا التي تسكن في US أو في UK يقومون باستعمال اللينكين من أجل خلق نوع من التناسق بين الكلمات وجعل طريقة النطق سهلة. فهنا عوض القول for a meaningful سوف أقوم بربط كل الكلمتين والقول for a for a، بحيث أن الكلمتين تنطقان على أساس أنهما تنتميان إلى كلمة واحدة، فنقول for a meaningful. فكلمة meaningful تعني مثلا شيء لديه معنى أو لديه قيمة. ف طريقة النطق نقول meaningful وليس meaningful، okay؟ فإن جي تنطق على شكل فإذا وجدتم صعوبة في نطق هذه الكلمة هناك طريقة يمكنكم استعمالها والتي كنت أستعملها في السابق، حيث أنه يمكنكم تقسيم الكلمة، you can break down the word، okay؟ So you can say for example meaningful meaningful period period بمعنى فترة period of. فأغلبية الأشخاص تقول of وهذه طريقة خاطئة في النطق، فالطريقة الصحيحة هي of، ف of تصبح of. period of time بمعنى فترة من الوقت، can be، ف can هو فعل مساعد ويعني قدرة أو استطاع، عندما أقول I can بمعنى أستطيع، ف can تستعمل بشكل كثير في اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في المستقبل سوف أقوم بإعداد درس خاص يتكلم عن كان وكيفية استعمالها بشكل صحيح. period of time can be يعني أن فترة من الوقت سوف تكون even more challenging challenging. ف challenging تأتي من الفعل challenge، challenge تعني تحدى، عندما أقول challenging يعني هناك تحديات وعقبات، ولكن عندما نضيف more challenging يعني أن هناك كثير من التحديات والأمر يصبح أكثر صعوبة، فمور تعني أكثر باللغة العربية. فعندما أقول and maintaining that success for a meaningful period of time can be even more challenging، فمعنى هذه الجملة هو أن الحفاظ على النجاح لفترة طويلة هو أمر صعب، بحيث أنه سوف تواجهك الكثير من التحديات. الآن سوف أقوم بقراءة هذه الجملة منذ البداية حتى الآخر، وبعدها سوف أقوم بشرح معناها بشكل عام. Achieving success in business is rarely an easy task. It certainly doesn't happen overnight. And maintaining that success for a meaningful period of time can be even more challenging. فمعنى هذه الجملة بشكل عام هو أن النجاح في البزنس هو شيء صعب ونادرا ما يكون سهل، بحيث يتطلب الصبر والمثابرة ولا يحدث بين الليلة وضحاها، والحفاظ على هذا النجاح بعد تحقيقه لفترة طويلة هو شيء صعب، لأنك عندما تكون في القمة تكون عامة محط أنظار الجميع، بحيث أن الكثير من الأشخاص سوف تتظاهر بأنهم أصدقائك وهم في الحقيقة يريدون فقط أموالك، بالإضافة إلى أنك سوف تتعرض للمنافسة الشرسة من طرف شركات أخرى في مجالك. وصلنا إلى ختام هذا الدرس، أتمنى أن هذه الشروحات كانت واضحة بالنسبة لكم. كالعادة إذا أعجبكم هذا الدرس please don't forget to subscribe to my channel مع تفعيل الجرس من أجل أن تصلكم جميع الدروس المقبلة. أيضا في حالة كان لديكم أي comment أو أسئلة يمكنكم دائما مشاركتهم معي في التعليق،
وفي حالة أيضا عدم مشاهدة الدرس السابق فأنصحكم بشدة بمشاهدة هذا الدرس بحيث تكلمت عن الفرق بين regular و irregular verbs. So thanks for watching my lesson. وأراكم إن شاء الله في درس مقبل.